عمك الأزهر مربي أبقار حلوب وعنده 5 بقرات، حطت يده على خده على خاطر جيتو فاتورة ضو كاسحة وحاير كيفاش باش يخلصها، وخايف يتقص عليه الضو وحليبه يفسد. ثم علاش عمك الأزهر يدفع كل عام من 2500 ل3000 دينار فاتورة ضو؟ معناتها فاتورة الضو تثقل كلفة الإنتاج بنسبة مهمة. عمك الأزهر عقد العزم وقال لازمني نلقى حل. ووقتها جاتو فكرة، اسمع أنه برشا منجين في القطاع الفلاحي مجهزين فيرماتهم بالطاقة الشمسية، وأنه ثم منحة يمكن للفلاح يتمتع بها كي يستثمر في الطاقة الشمسية، علاش ما يعملش كيفهم؟ أما حير منين يبدأ وكيفاش يحقق مشروعه؟ عمك الأزهر اتصل بمصلحة الإرشادات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الموجودة في منطقته، اللي أرشدته على كل المراحل اللي يلزم يتبعها كل فلاح يحب يستثمر في الطاقة الشمسية. هذه هي الثنية. أيا تبعني عم الأزهر. أول حاجة تدخل على موقع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتاخذ أرقام وعناوين شركات المزودين المصادقة عليها لتجهيزات الطاقة الشمسية، تختار مزود وتتصل به وتطرح عليه تجهيزات مشروعك وتمده بنسخة من بطاقة التعريف متاعك ونسخة من ورقة الضوء. المزود هذا يتصل بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز ستيك ويخرج لك بيان استهلاك سنوي، من بعد يبعث لك تقني مختص يعمل معاك جرد للمعدات والماكينات والآلات اللي تخدم وكل واحدة قديش القوة متاحة وقديش تستعملها من ساعة في النهار وقديش من أنبوب الضوء. يعمل لك المزود دراسة جدوى ويعطيك فاتورة تقديرية للكلفة. من بعد المزود يقدم للستيج دراسة فنية وملف تجاري. الستيج تقوم بدراسة الملف متاعك، وإذا فما تغييرات تفرض على المزود إدخالها، اللي يقوم بمراجعة الفاتورة التقديرية. بعد ما تعطي ستيج الموافقة متاحة، وقتها المزود يحضر لك فاتورة تقديرية نهائية. تهز الفاتورة وتقوم بالتصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وتعمر مطبوعة. رد بالك تمشي تركب ومن بعد تعمل التصريح، راهو تضيع عليك المنحة واللي تقدر من 50 ل 55% من الكلفة، وهذا مبلغ هام. المنحة هذه تعطيها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لابيا، وثم منحة أخرى تعطيها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، لكن ما تنجمش تجمع ما بيناتهم، ما تنجم تتمتع إلا بوحدة منهم. ومن بعد أعمل مطلب للحصول على الامتيازات المالية وعمر المطبوعة المخصصة للغرض قبل ما يفوت عام من تاريخ التصريح. كيف ما تنجم زادة تعمل التصريح بالاستثمار ومعاه مطلب الحصول على الامتيازات المالية مع بعضهم. وهوني اللجنة الجهوية للاستثمار تدرس الملف متاعك وتمكنك من مقرر إسناد الامتيازات. ومن جهته المزود يقوم بتحضير عقد يصحح فيه هو وإنتي والستيك، وماذا بيك تثبت في الجارانتي. وقتها يبدأ المزود في التركيب. كيف يكمل المزود التركيب؟ يعمل مطلب تسليم للستيك اللي تبعث فني يبدل العداد وتسيب لك الضوء. وقتها تصحح مطلب التسليم وتكون خلصت المزود اللي يعطيك فاتورتك النهائية. راهو الخلاص ما يتم إلا بتحويل بنكي أو بشيك، يعني بمؤيدات بنكية اللي هي إجبارية للحصول على المنحة. تهز وقتها الفاتورة النهائية وكيفية الخلاص ومحضر التسليم متاع ستيك بعد ما تتأكد من سلامة وضعيتك الجبائية وتقدم مطلب صرف المنحة. وساعتها فما لجنة مكلفة بصرف المنحة تخرج تعمل معاينة، ومن بعد تستنى يصبولك المنحة متاعك. عمك الأزهر تبع كل مراحل التجهيز بالطاقة الشمسية في الفيرما متاعه، الخزان اللي برد الحليب وماكينة الحليب ومضخة الماء والإنارة والتسخين، ولاو الكلهم يخدموا بالطاقة الشمسية.
وتعرفوا الفائض نتاعو من انتاج الطاقة الشمسية تقبل ستيك وتطرحه من الاستهلاك. هكا عمك لازهر ولا ما يخلص كان حاجة قليلة وينجم يخلص حتى شيء بعد ما كان حاير في خلاص فاتورة الضوء. عمك لازهر معنقر كبوسه ملالا الفيرما نتاعو ديما منورة والحركة فيها ما تقفش.